الدكتور ولي سرحان استشاري أعضاء تقبل الشرعيين في السويد، وال أريد نشوفكم المطر قاعد تمطر هسه، وتحبون المطر لأن حارة يمكم أنتم. هنخلي هاي الهيدفون على مود الضوضاء تروح تقل. هسه هذا للأخوان اللي يريدون ترفيه مو دراسة يعني، وهذه هذا الشيء ترفيه، ترفيه بالموضوع المطر. خلناها السيارة، لا خلنا نقفلها، قفلت حتى نسيت ما قفلتها من وراكم، سيارة ما أقفلها من وراكم. مطر مطر، تشوفون المطر، أحياء قديمة، هاي مالمو القديمة ما شايفينها أنتم قبل، كنت ساكن قريب من عندها أنا هنا، تكون شوارعها ضيقة، بنايات قديمة حلوة. اخوان انشر على مود اخوانك يستفادون يباعون مثل ما انت، دائما انت اشهر، لا تنتظر انه انا اقول لك انشر. زين، احنا تقوية الصفحة راح يكون من خلال زيادة عدد المتابعين. اخوان امشي، المشي اطلع امشي، يعني المشي خصوصا وقت الغروب الصبح من الصبح. زين، المشي هو صحة، صحة وعافية. بايسكيل، شوف هالأخت هنا بايسكيل، البايسكيل يعوض عن المشي، هم المشي اخوان يعني لا تعوفه. عوف السيارة بعيد، طبقتها هسه وين؟ تقريبا 500 متر عني هنا، ودا امشي. زين، مطر اكو، شوفونا، لا ما اعرف، سوبر ماركت او ايش يسمونه، شوبينج سنتر، قعدات حلوه هنا، كافتريات، ماكو حجر صحي، لا لا ما حجر صحي، ما رحت هسه على شيء اريد اشتري يعني. شوف اكو هنا صعده ونزله، يعني هاي للعرباين الشيء، وش اكو هنا؟ اكو درج، اصعد انزل درج. زين، لا تروح لا تتكاسل، اكو درج واكو شنو هاي مال شو يسمونها، سردوحه ما ادري شو يسمونها، اصعد درج، حرك جسمك، حركه جسمك لا تعوفه الحركه. شوفهم دول ايش قد ناعمين رايحين، لا اكو كرش، طبعا اذا شوف كرش فهذا الكرش جايب الغلط، طبعا مو كلهم سويديين يعني، لا ماكو هيك. زين، شنو هاي؟ هاي نشتري للاطفال ملاعيب منها، بس شنو؟ مشتاقين للطيارة؟ شنو مشتاق للطيارة؟ ها؟ حلوة هاي. اصعد درج، انزل درج، اصعد درج، انزل درج. طبعا أنا ما أحب الكهربائيات، أخاف من عندها. زين؟ بس هميا لا تظل انت تنتظر كهربائي، اصعد درج انزل درج، انتم باوروبا. زين، اصعد درج انزل درج، لا تصير مثلهم يعني. ال انت باوروبا اذا تشوف الاوروبيين شلون عايشين ها، هذا هنا اسمه كلاوس اولسون، محل يجيب اشياء، كل شيء اشياء، اشياء يعني طبعا 90% صيني، بس نوعيته جيدة، كلاس يعني درجة عالية. زين، يجيبها هذه شنو؟ تريدونها شوفون، يعني هم يحبون هاي هيج الشغلات يعني، تشوف اللمبات مو مثلنا احنا زرق ورق يعني، يعني فتشوف هيج يعني فشي بسيط، يحبون البساطة. شوف حتى حبل، حبل هذا مال شنو؟ زين، جايبين حاطين مثلا، نشوف هاي مثلا بوب كبير جدا. زين، هذا ما اعرف شنو استخدامه. هسه انا ادور شغله، اعذرونا اخواني انقطع البث،
لأن الإنترنت مو قوي على الموبايل هنا، فهسه ربطت على الواي فاي اللي بالمحل هنا. هسه إحنا شو تريد؟ إحنا نريد، إحنا نريد فتشي اسمه ستاند، يعني ستاند هذا وين ألقاه؟ هسه من هذا هنسأل الحبابة هاي. شكت معي؟ أبي شوبا إن ستاند سام يا فيل مرسو يا ستر ستاند مي بيان إنه سو لاستل بعد دنا لونج هو لونج هذا يا كلت إي مبور إلى إي موبيليا دوم فيزا مي فور باكنينج لونج وده فينس هير شو قد فوس كله بوره مونجا كفار يا دن يا دن يا وده كوسا شو نية تسمع تاكسو ميكا تاك شوف الناس إخوان ساعدة فأنت أعذر الناس أعذر الناس على هذا هو إخوان نعم هذا هذا تحط الموبايل شلون تحطها هسه هيك الشغله هذه وشغلات اريح تسيطر عليها بالبث تخليه بالمقلوبي هذه هاي على مودكم اخوات تدللون انتم تريدون الموبايل والورا الموبايل زين لا الموبايل يعني هاي مش زين يعني ورده شنو هاي شو الكلاوتشي قليلين اليوم اخوان زي يعني هذا يعني عليكم انتم المشاركه البث هذا واجبكم انتم يعني طبعا الصفحه كانت مغلقه بسبب الشكاوي علينا لان احنا قلنا مرض العلاج او نظام الكيتو انا اخصائي قلب وشرايين من بلد السويد اقول لكم نظام الكيتو غير جيد للجسم وجميع اللي يستخدمه خلي تركه فضاجوا اللي هم مسؤولين عليه وقالوا وقفوني عدد من الساعات وقفوا البث مالتي وهسه رجع الحمد لله ونريد نقوي الصفحة من خلال مشاركاتكم اخوان ونظامي نظام وقائي ليس له زين خلي ادفع اخوان شنا يا سو سناب دوار تايكس رام نهار لاردي يا يا سلوت من سومر يا فينتر يا ديبيت يا يا فيت ده كاوس اوفرال جود شند ردان يت برو توزن تاك هان ترافلي هلي سكاتو باي مورون يا ما دارولي تو يوبا دوبل بوتات يا بريسيس دوبل بريسيس توزن تاك هيدو هيدو الشاء قوي الناس يعني انت وذا طبيب تضحك ويا الناس مو يعني ذاك هسه شوف يعني الانسان يكون طيب هو الكسبان هو الربحان المغث وتغث نفسك وتغث الثانين مو قلنا اسعد درج انزل درج اسعد درج انزل درج نسيتوني انتم هاي المره زين انت اذا مخثوث وتغث احد ما راح تستفاد شيء انت سويدي ومخثوث حسبالك الدنيا يعني جزء صاحب تضرب تبوري هاي على ايام زمان قبل ما اعرف زين بس قصد الكلام انه انا اقول لكم يا ابتسم اضحك ويا اطفالك ويا زوجتك ويا زوجك لا تظلم دلغم شيني هاي يعني غير النفسية زين غير نفسيتك اخوان انا عندي خليت مدري هنا مدري وين اي اولت البارحه او البارحه شنو هاي زين اولت البارحه عندي بنطرونين طوال واشتريتهم بنروح على هاي الاخت اللي هي الخياطه زين اكو خياطه هنا رحت لها بس ما اتذكر وين الطريق أو في السيارة بمكانها ونتمشى لها مو بهذا الفرع فرع ذاك اي بهذا الفرع يعني زين بالفرع الثاني هان مطاعم اي هاي مطاعم قاعدين الناس قاعدين
فأنت ابتسم للحياة، ابتسم لك يعني. هس شوف أخوان غيم ودنيا، بعد انتهى الصيف هذا عندنا هسه، ماكو شمس بعد منا، وانت ايدك على الشهر الخامس السنة الجاية، جوز يجن كم يوم شمس بعد، هاي انتهت الشمس زين. هاي المطاعم مالتهم تعرف سبت هنا يعني ريحة، تعرفون هالريحة بعد هنا، هاي القعدات مال المطاعم هنا. احنا ما نجي هنا، ندور احنا البلام مالمو، تعرفون البلام هاي كان نبي ندور كباب مو ناكل صحي طبعا اميل، بس مو يعني ما نجي يمه. هاي اللي قديمة، شوف انت حتى البناء قديم تراثي يعني. تراثي يعني عادة هنا يكتبون هنا شنو، هذا مو مطعمنا شنو. هاي تحف، شوف هاي مال كراسي مال ملك وملكة مدري شنو. ما عندي وقت والله، اريد ارجع على الجهر مو مال باوع شنو هذي، بس يعجبنا هو والله. شوف مكتبة لحد الان، مكاتب شوفها موجودة، القراية والكتابة طبعا. اللي تخيط الخياطة يعني هنا فد مهنة طبعا، ما تتخيل اسعار يعني، من قلم لك التليفون البنطرون سعره يعني تقريبا بقد سعر البنطرون يعني، كلش غالي غاليين كلش يعني يصيروا. لأن وهم قليلين، ومو ما أعتقد إنه سهولة إنه واحد يصير خياطة هنا يعني، يحصل على إجازة فتح محل خياطة هنا. ما أعرف يعني شو النظام مالته، بس شوف ماشي مو نمشي هنا، شلون لون حلو نمشي. إيه أنتم إذا ضوتشون سولفوا بيناتكم يعني، شو أنتم بال تليجرام هم سلموا على بعضكم، تعرفون بعضكم، اريدكم تتعرفون بينكم بين بعضكم انتم المتابعين. قل له شلونك فلان، خلي الشات مالتكم يعطيكم سعاده وراحه نفسيه بيناتكم. المو خوش ادم تحسونه سوقوا عليه على مداني ورا الفيلم ما كمله، اني اعطيه بلوك يعني. احنا بعد ما نقبل، احنا اقوياء ما نقبل ناس يتجاوز علينا وعليكم البلوك، وايدك والبلوك زين. ولا واحد يريد يستغلكم او يستغلنا، ممنوع هذا الشيء زين. ماكو استغلال، عندنا هدف، عندنا مشروع كنا احنا بيه، اللي هو الوقايه خير من العلاج. واكو صيدلانيه من امريكا راح تجي ان شاء الله، اسوي مقابله وياها، تقدم لكم محاضرات على الوقايه من خير من العلاج، وان شاء الله تستفادون. والله نسيت وين هذا المحل هنا، شو شيني هاي معزل، معزل اخوان، ايه معزل والله، غير تخاب. هذا هو، ايه هذا هو شيني هاي اوبت. ساعة بثنتين اليوم تعزل، كاتبت هنا بس انا ما مركز. شوف هاي يكتبونها هنا، ساعة اليوم سبت هنا بتعزل ساعة بثنتين. طبعا هي رومانية ومزوجة اخونا عراقي من كربلاء، قالت يعني عمرها 80 سنة وبعدها تشتغل. يلا نعود للأدراج مالتنا إلى السيارة ونرجع زين. فإحنا ما نقبل بعد، فات زمن يعني إحنا هلا بيهم أي واحد يجي ويانا، بس التجاوز ما غير مقبول. إحنا بعد ما نقبل يتجاوزون الأخوان على اخوان والاخوات يعني، ما مقبول هذا الشيء. فهذا المشي اخوان، ده شوف هسه شقد مشيت اني، شقد تتوقع شقد مشيت هسه يعني، روح لهناك كيلو، هذا كيلو رجعه، كيلو وين تدري شقد تصرف هاي الطاقه، سعرات حراريه زايده بالجسم، تروح كوما. بس انت اذا قاعد بالبيت اخوان يعني، ما هسه احنا مو قلنا بالبيت، احنا حتى بالبيت حط يعني بالدوره سلامه قلبك. من يحب المطورات هاي، عجبتني يعني، حلوة هاي مو
مكتوبة يمكن بالفارس هاي البي كمون وانت با شو تجي البايسكلات اي وين السالفة مالتنا انت مو بالبيت ما تقدر تطلع اي خلي نقطتين النقطة مثلا ألف والنقطة باء بيناتهم 20 متر واحسب ايش قد تمشي انت روح لهاي النقطة لهاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة بالدورة مع سلامك قلبك انا فهمكم هيك كلكم انا اريد اخوان المتابعين مالتي هسه اللي موجودين الكل في سلامة قلبك الكل يعني من احكي انا بعد ما تستغربون ما اقوم انا اتعب نفسي هي احنا بالمحاضرة كنا ما سلامة قلبك دارسينها انتم هسه من اجي نوبات اطبقها انا قدامك انا اطبقها قدامك انا اسويها قدامك يعني ما تقول يعني هسه هرولة الفرس موجودة انا سويت لكم اياها قدامكم واسويها لحد الان اصعد درج انزل درج هاي كلها اخوان اللي ما طبعا انا ما اقدر اعطيك شيء اذا انا ما مجربه وما شايف تجربته هاي سلامة قلبك تجربة سويدية تجربة سويدية على مستوى انه دراسات 50-60 سنة يلا طلعوا بيها انا بقيتها من عندهم وجبتها لكم يعني بقيتها من عندهم وجبتها لكم وهي يعني مو بوقي يعني هسه انا نقحتها وسويتها بال 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 باللغه العربيه وانتم استفادوا من عندها زين واستفادوا من عندها انتم زين طبعا انا هو المفروض انا مو مشجعكم على تغيير لازم ما ارجع بنفس الطريق بس انا شوي مستعجل فريد ارجع على الوليدات يعني ما اريد اتاخر عشان طالع صار لي فتره ما حاسب حسابكم يعني المتوقع انه ينسد البث يعني ما اقدر ابث لحد الساعه 11 بالليل فاليوم ان شاء الله اسوي لكم تعلوله همين بخير سلامه وافتح استشاريه همين اذا عندي مجال لو استشاريه لو تعلوله نفيد الناس زين على ديكور جديد يعني هسه اليوم يعني غيرت مكان القعده دا نعد للبيبي الجديد يعني ان شاء الله بخير وسلامه يجي طفل عندنا فلازم هدوء واني لازم اني تعرفون بالتعلوله نضحك ونصيح وهذه ما ترهم واحد قاعد من المطبخ وهاي فراح يتغير مكاني وبالشلره يعني جوه هاي بارده احنا عندنا بارده مو مال اقعد بالشتاء احنا يعني اقعد جوه ورطوبه تصير فراح اصعد فوق بالطابق الثاني فدا ارتب شوف نسيت شغله شنو هاي طبعا انا دائما انسى شلون هسه بيش الساعه الحق لو ما لحق الحق يمكن خلنا نشوف الساعه اي الحق 20 دقيقه نلحق خلي اذب هذا بالسياره نلحق ان شاء الله اخوان تسمحوا لي انا راح اركض يلا روح اشتري شغله وارجع لكم في ملاح نلتقي مساءً.